يقول: هل يوجد عالم مشهود له بالعلم يقول بجواز الموسيقى؟ والله يعني قضية عالم يشهد له بالعلم هي القضية ليست قضية علم، ليست قضية علم. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم عن بعض العلماء قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى عليكم الأئمة المضلون. والعالم قد يكون عالما لكنه ليس تقيا، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فهذا علمه وبال، علمه وبال مضر هذا العلم. ولذا عندما تكلم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن بعضهم فترجم له، أذكره تماما، سليمان بن داود الشاذكوني، يكون أحد بس من عياله ولا شيء يرفع علينا قضية. سليمان بن داود الشاذكوني لما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: سليمان بن داود الشاذكوني العالم الحافظ المتقن الكذاب. هو عالم وحافظ ومتقن لكن كذب، مبتلى بالكذب. فليس كل عالم يعني بالضرورة أن يكون تقيا، أن يخاف الله تبارك وتعالى، هذا القصد. وأنا لا أنغز على أحد على فكرة، لكن القصد هنا أنك تقول: هل يوجد عالم؟ نعم ستجد عالما يقول بهذا، ولكن القصد أن هذا الكلام هل هو مبني على دليل أو على غير دليل؟ هذه القضية، لابد هكذا نتبع، مو لأن عالم نتبعه، لا، العالم قد يخطئ. ولذلك يقول أهل العلم: اتق زلة العالم فإن فيها زلة العالم، زلة العالم فيها زلة العالم. والعالم قد يخطئ اليوم ويرجع عن خطئه وأنت مستمر على خطئه. فنحن لا نتبع الأشخاص ولكن نتبع الدليل. الأشخاص يصيبون ويخطئون، اليوم يقول برأي غدا يترك هذا الرأي، فأنت لا تهتم بمن قال، كما قال علي بن أبي طالب: لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. هذه القضية الأساسية، ماذا قال وليس من الذي قال. والله أعلم.